لا يحترم أمًا ولا جدًا ولا طفلًا، لا حجرًا لا شجر. العدالة الوحيدة التي يعرفها الاحتلال هي عدالة القتل، بمعنى الكل سواسية أمام آلة الموت الإسرائيلية التي اقترب عدادها من تسجيل 32 ألف شهيد وأكثر من 74 ألف جريح سقطوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. لكن وهنا لكن كبيرة، لكن رغم الصورة المأساوية فإن المقاومة ماضية أيضا في تحقيق الضربات الناجحة والموجعة أيضا في صفوف جيش الاحتلال، وتمكنت حتى الآن من قتل 594 ضابطا وإصابة الآلاف، مع تدمير مئات الآليات كليا أو جزئيا وقصف مواقع ومستوطنات في غلاف غزة وحشودا عسكرية في مختلف محاور التوغل بحسب ما يؤكده هذا البيان من بيانات كتائب القسام. الإعلام العسكري للكتائب أعلن أيضا عبر عدد من البلاغات العسكرية عن خوض مقاتلي القسام مجموعة من الاشتباكات مع قوات العدو واستهداف آلياته بالقذائف المضادة للدروع واستهداف قواته الراجدة بالقذائف والعبوات والأسلحة المضادة للأفراد، إضافة إلى تفجير عيون الأنفاق المفخخة مسبقا بهم. الإعلام العسكري لكتائب القسام نشر أيضا مقطعا مصورا من تصدي مقاتليه لقوات إسرائيلية متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وأظهر المقطع جانبا من الاشتباكات الضارية التي يخوضها المقاتلون مع قوات الاحتلال واستهداف عدد من آلياته بقذائف الياسين 105. كما نشرت كتائب القسام مقطعا آخر يوثق استهداف أحد مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غربي المحافظة الوسطى. خلينا نشوف. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، الله أكبر. لبس اسمع رن على الوجه بيجيبها. ليس هذا فحسب، كتائب القسام أعلنت أيضا تفجير فتحة نفق من قوة أو في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. أما الميركافا التي لا تعيش أفضل أيامها في غزة فقد أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.